جواد صباح الخير، تحيه. صباح الله. كاسي جواد، صيف سيبو. متابعي قناه شوف تي في، صباح الخير عليكم في هذا البث المباشر من قلب مدينه تازه بعد الحادث المأساوي اللي وقع لاحد العراضيين بمدينه تازه، انها تقلبت الشاحنه ديال نقل النفايات اللي كانت متوجهه المطرح العمومي، ادت بوفاه احد العراضيين واصابه احد المساعدين له بجروح خطيره. جينا حدا البارك باش نشوفوا حيثيات هذه الواقعه ونسمعوا الاراء ديال الناس اللي معاهم. سي جواد اجي نمشيو. متابعي قناه شوف تي طريق، صباح الخير. متابعي قناه شوف تي سير اخي جواد، شنو وقع البارح؟ انت كتشوف اخي كارثه مو كارثه، لا بروميير فوا قال لك اخي الكاميو تقطع داروها بالعاني، هادشي ديما عندهم هما بالعاني. كاميونات خصهم الاصلاح اخي يا عبد الله، خص كلشي الاصلاح. انت التحاليل ما بغاوش يديروا لنا التحاليل، ديما مشكل على مشكل. دابا كيقولوا جوج الحالات عندنا هنايا ومخبعينهم علينا، هادشي ما كيتخبعش اخي عبد الله، هادشي خصو يكون ستريكت. لان المرض هذا انسان خصهم يصرحوا بهذا المرض اللي كاين، وانتم كتشوفوا حاله مو حاله اخي. ودابا الاكسيدون تاع هاد السيد عاد جديد مات، شنو توفى؟ شنو الذنب ديالو اخي؟ شنو الذنب ديالو هاد السيد هذا؟ الله ياخذ الحق في هاد الناس، راهم دايرين لنا بحال الكلاب حاشاكم، دايرين لنا بحال الكلاب. كي داير المعامله؟ المعامله الكلاب حاشاك. والله لا المعامله الكلاب كيعاملوا لنا، كنخدموا بلا حوايج. بلا حوايج كنخدموا، نوضوا نطلبوا شي حاجه، نطلبوا الاصلاح للكاميونات كيردونا كلاب، هو كيسبنا هذا رئيس مجلس البلدي كيسب التوازا بالكلاب، الاوباج الهمجيين، وخصني نعرف هاد الشيء واش حنا همجيين واش حنا كلاب حاشاكم. ها هذا رئيس مجلس البلدي كيتكلم معنا بهذا الاسلوب، حنا هما اللي خصنا نتكلموا بهذا الاسلوب. حنا راه حنا جنود، جنود الا خطينا حنا خطينا غير نهار واحد شو المدينه كي ولات اخي. ها حنا راه خصو يحترمنا، وهانت كارثه مو كارثه. دابا كي غادي دير مع السيد الله يرحمه ويوسع عليه؟ ها كي غادي يدير؟ حسبنا الله ونعم الوكيل اخي. كنشوفوا كنطلبوا من سيد العامل ديال البلاد الله يكثر خيره، سيد الباشا الله يكثر خيره كيجي من جهتنا الله يحفظه وينجيه الى ما يشوف من حالنا. كنطلب من سيد العامل وسيد الباشا يدخلنا ويشوف من حالنا، والله الوطن الملك، والله يشافي الملك ديالي ديال البلاد، الله يشافي الملك ديال البلاد. اجيو تشوفوا الحاله تاع الناس اخي، الله يشافي الملك ديالي ديال البلاد. كنطلب من سيد العامل يدخل اخي فور. هانتوما كتشوفوا الناس العراضيين هادو كلهم معلمين اخي. السلام عليكم، الاسم العائلي بدر اصدق. كل نهار حاله مو حاله. السلام عليكم، الاسم العائلي اصدق بدر، عامل في النظافه وعضو في المكتب النقابي ديال الاعوان العراضيين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي، تحت لواء الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. حنا هذه دابا ثلاث ايام وحنا هنايا، حنا هنايا مدين على اساس واحد السيد ديالنا تقاس بكوفيد 19، وحنا جينا هنا وحتى جينا هذه ثلاث ايام وحنا كنحتجوا على اساس يديروا لنا التحليلات المخبريه وعلمنا الخدامه على اساس ما يخدموش حتى نشوفوا الحاله الصحيه ديالنا شنو هي. ورغم من ذلك الضغوطات ديال السيد رئيس الجماعه، هو المسؤول الاول، كنحملوا المسؤوليه على هذا الشيء هذا، ورئيس قسم الاشغال البلديه والمسؤول ديال دابا عامل معكم في الكوفيد 19 وما داروش التحاليل، وما داروش التحاليل. حنا ثلاث ايام هذه وحنا عندنا مخالطين في الدار ومخالطين مع خدامين، مع خدامين. هذه ثلاث ايام وحنا هنا كنطالبوا بالتحليلات، ما بغاوش. كتدخل لدارك؟ كندخل لداري كنجلس مع ولادي عادي يعني. وطلبت منهم على اساس يشوفوا لنا اوتيل ولا يشوفوا لنا شي حاجه، رفضوا. هذا السيد الرئيس كيرفض. دابا كنحملوا له المسؤوليه، هو المسؤول الاول، وكنحملوا المسؤوليه على هذا السيد هذا اللي توفى دابا بحادثه السير البارح. واش وقع عليه هذا السيد؟ كان خدام عادي، سالوا الخدمه، جا هو دين يخوف في الزباله، الكاميون ما عنده لا فران لا والو. كان سير شارج الكاميون، كان عامر الكاميون لا فران لا والو، عيا السيد ما يضرب ما كيشدوش الفران. كاينه حدوره تما حدا، كاينه حدوره. هو هذا السيد شاف راسه داخل البوطو، نقز طاح توفى. حنا دابا كنحملوا المسؤوليه السيد الرئيس والضغوطات ديال الشاف البارح، وهو ما عندي تصاور على اساس كان جامع من هي وكيهدم. هذا السيد هذا اللي توفى ما كانش باغي يخرج يخدم، وماشي النهار ديالو، ورئيس المصلحه ديال النظافه اللي هو افتتح خروبه، وكنقولها وكنتحمل مسؤوليتها. خرجوا بالسيف عليه يخرج، قال له تخرج تخدم ولا غادي نقطع لك ولا غادي ندير لك ولا غادي نصنع لك.
وحنا خدامين مهدين والاسطول انتم كتشوفوا كي داير لا فرانات لا حتى شي حاجه. يعني كنطالبوا دابا من السيد العامل والسيد الباشا وكنطالبوا من السيد جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو يشوفوا لنا يجيو يشوفوا لنا هذه المزاله اللي رحنا عايشين فيها. والثمن ما عندنا حتى شي ثمن يعني اللي كانت قضوا 1700 درهم شهريا لا تغطيه صحيه لا حتى شي حاجه. اقتطاعات كيقطعوا لنا ديال الاركار والصندوق ما كيوصلوش يعني اقتطاعات كيقطعوا كيديوها ما نعرف الله اعلم واش كياكلوها ولا شنو كيديروا بها الله اعلم. جاوبني على سؤال واحد هو اللي المدينه حايره فيه باش جاوبت وازف هذه المدينه عامره بزاف. انت اللي غتجاوبني بحلايش دابا كنشوفوا مدينه عامره بالزبل هذه واش الماتيريال ضايع الشاحنات عندنا كيجي تحركوا الماتيريال كتبقاو ضايع والو الشيافر فهمتي مهدين بالخطر لان عندنا الاليات مدقدقين كلشي وما بغاوش يشريو الاليات هذه هي 5 سنين وحنا كنطربوا بالاليات ما جابونا حتى شي واحد مكيس بالكوفيد 19 هذه 3 ايام وهو هو راه في فاس دابا حاليا وحنا كنطربوا بالتحاليل لحد الان ما بغاونا كتدخلوا ديوركم كتقصوا كلشي راه كاملين مادين راه على كاملين مادين دابا حنا حاليا ما كندخلوش للديور هذه الايامين ما دخلناش للديور كتخاف لان راه ما تعرفش راسك واش مكيس ولا ما مكيس. القصه دا السيد السفاه البارح انا كنت حاضر معاه الشاف ديال هو من الناس اللي كانوا 48 ساعات هو كان هنا كيخدم يومين ديال العيد فهمتي البارح ما كانش خصو يخدم ما كانش يخدم قال له تخدم وعاد نعطيوك يومين وبدون غوطات بسيب والله الا ما خدمتيش غادي نديروك اقتطاعات هو الاشكال حتى كنتفاجئوا البارح من جوج الليل توفى مسكين الله يرحمه. عمو شحال وانت خدام فضل؟ انا هذه 16 عام 16 عام وانت خدام لا نتيت لا تغطيه صحه لا والو ياك ودابا اللي خدم دابا في المارشي تاع 4 الصباح حتى الصباح قال لي ماشي ديك يومين شحال عمرك عمي شحال عمرك؟ عندي 62 ومازال خدام عمي مازال خدام عمي تغطيه لا 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 نتيت لا الغدا يقولوا لك سير بحال الغدا يقولوا لك سير بحال بحال كنا خدامين مع خالي وعلى الصبر علاش؟ ما تمنى لا نمشيو عاد الغالب الله الوليدات وعندي بعاد نفوس والله والغالب الله تنسقت في لو بغيت ندير الكور تحليله الكورونا انا ما بغاش طلبت انا بغيت نشوف الصحه ديالي شنو حتى شي مسؤول وعندنا الشاب كيقول لك الا ما جيتش غنمدك يومين الا ما حضرتيش يومين تمشي يومين ولا شهرين وانا باش تخدم لي العيد كله صار الصباح انت كتشوف هذا العجيب هاد الناس باسوا هنايا هادو بايسين هنا واحد طارق بايسين أودا عبد الله لا إنا إلا والله إلا دخنا واش نفكروا في كورونا في هذا السيد هذا اللي داو لنا الفاس ولا نفكروا في هذا السيد اللي مات صحابنا بجوج كيخدم في الحوت وخدام في الزبل وما مكفيش مسكين 34000 ريال كنطلب من هاد الأمة الله يهديهم يسوعوا لنا الوضعية خفتي في الزنقة واش خفتي تدخل للدار ولا؟ ما ودي فين غادي تدخل ما دخلنا ما خدمنا دايخين أقسم لك يمينا لو كنتي معنا تتبكي راه ما كاين ما يعجب اخي ما بقى ما يعجب والو حنا خدامين كنموتو كنعيشو كاينين هنا في السوق انت كتشوفي دابا الزبل هذا اللي ما مجموعش في المدينه يمكن الاليات اللي واكلين الدق والاليات واكلين الدق نزو كنموتو حنا مع الزبل البارح حنا في السيكتور كنقسم لك باليمين الا قردونا واحد الناس قال لك الكامين ولا لا تحرك كيسيد والله يهدي هاد الناس علينا ويهديهم مع الامه ديالنا هاد الشيء اللي كاين السيد اللي توفى كيكسر هذا السيد كان كيخدم معايا في الحوت مسكين كينقي الحوت نهار السبت تزير كيخدم على وليداتو دخل هو خدم هاد الشهرين هادي وهادي خمس ايام خدم المهم هو غادي يدخل يخدم شهرين ونص راه خرج ولا مسكين وتنسقنا هاد الخبر والله ما نعسنا والله ما شفناه كنطلبوا من هاد الناس الله يهديهم يصاحبوا لنا كان روبو ديالو مسكين وخدم كان روبو هو السيف تاع قال له غيصبر معنا هاد النهار نتاع عاد جديد هو الخدمه راه جاتو جديده بغى يخدم وعجباتو الخدمه مسكين وفرح قال انا عندي وليداتي نبقى ندي لهم اللي كتب الله واخا هاد 34000 ريال راه ما كتهزلناش لمين واخا حنا كنهضروا كنديروا سون تي في ونديروا اي لعبه العالم يتفرج راه ما كاين لا حق لا والو واش صاحبي 34000 ريال دول مالك راه اللي عنده الاولاد انا خدام جوج خدمات في الحوت وخدام في هنايا وما مكفيش والله ما مكفيش عصابة قبطانة في البلاد كل واحد كيدير كيبغى اللي كيجي كيدير في جيبه ومقبرة صاحبي ما عندناش بحال الناس فين ندفنوا راسنا مقبرة ما كايناش المغرب كامل تسقسي يقول لك مقبرة ما كايناش وأكثرية تازة أقسم لك يمينا اللي يشفك الكلب هاد الناس هادو شو شحال واحد هنا مجموع وراه هاد الناس قال لنا سيدي ربي بغاو يهزوا علينا
رانا امام عند سيدي ربي وكيوقفوا معانا. انا احمق والله ما انا عسى الدري ما نردناش بتي هنايا نعسي هنايا هذا بيت هذا عزيز بيت انا ثلاث ايام ابتداء من يوم الجمعه حتى البارح وانا مازال كنعاين باش نخلو وقعد المشكل احنا متعنا هنا على العمل نظرا للظروف. شو كتقول كمل لي على السيد بتي هنا خايس حسبي الله ونعم الوكيل. حنا بيتنا في السبيطار مع داك السيد كنا خدامين ومن علمنا مشينا مع داك الحالير تال دابا حنايا لا فاكسان لا تغطيه صحيه انا مغامر تلقى الكورونا كان صاحبك كنت خدام معاه وكان صاحبنا ساكن جاي بزغلام هو ساكن جاري هذا وحنا خايفين ولادي انا هادي يومين ما شفتهم كنمشي كنقول للبنت انت ما تبوسينيش كحجيري ومشينا هادي يوم انا نادي وحنا دابا حنا كنطلبوا من هاد الناس يزينوا لنا هاد الوضعيه ويضربوا لنا الفاكسان ويصوبوا لنا الكاميونات. دابا حنا ماشيين السبب ديال الزبل في المدينه مازال السبب ديال من الاليات وبغينا يحسنوا لنا الوضعيه حتى حنا نوليو بحال الناس ويضربوا لنا حتى حنا الفاكسان. بقاش كنشوفوا دابا في الانترنيت غير التصاور ديال المدينه القعده عامره وحنا كيدابزوا معنا عباد الله كنجيو ماشيين الكاميو كيسيل بنادم ما واعيش كيسبك انت الموسخ وماشي انا اللي موسخ راه الكاميو متقوبه صاحبي واو الله الله يهدي ما خلق الله ياخذ الحق عمو. بصفتك نائب كاتب ديال النقابه مرحبا. يعني انا كنقول انا وقعت لي حاله نهار العيد بدي يوم العيد نهار العيد طاحت علي الكروسه وهزتني لابيلانس وهودتني الكروسه ديالك الخدمه الكروسه الكبيره ديال الحماله اللي كنخدموا بها في التزا العليا وطاحت لي ها هو صدري مازال متقب لدابا فين هما انا اللي بغيت نعرف يعني فين هما حادثه الشغل كتسمى حادثه الشغل فين هما المسؤولين بهذا الفهم هذا ماشي مسؤول بالورق لصق الورق في الاداره وجلس فين هذا مسؤول هذا راه ماشي مسؤول المسؤول هو اللي خصو يحرك المسؤول اللي نعيطوا له بالتليفون يجاوب المسؤول ما كيجاوبش بالتليفون ما عندناش التليفون اللي كيجاوب به المسؤول هذا انا كنقول انا كلمه واحده غادي نلخصها في جميع الامور انا ما قادرش ما جبدناش غير شي سميه لا ما كنجبدش سميات انا ما كنجبد سميات انا عارف راسي عز وغالي فهمتي انا كنقول ما قادرش تحرك بهذا ما قادرش تخدم خلي الرجال يخدموا ارحل بهذا الفهم بهذا الفهم ارحل ما قادرش تخدم حط السيلو ونوض بحالاتك وحط السوارت وخلي واحد اخر يجي يخدم انا هادشي اللي كنقول انا طايح الفوق كنعيطو بالتليفون ما كيجاوب حتى واحد ما جا عندي حتى واحد تصور البوليس جاو عندي من 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 من, 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 من تما داروا لي محضر وهما حتى ما حد ما كاين البوليس منين تلقى انت البوليس كيقبض لك الوراق ويمشي معاك للطبيب ويدخل معاك للتحاليل ويدخل معاك للاخر يدير للراديونات حتى واحد ما كاين مسؤولين حنا ماشي انا بالنسبه للسيد اللي مات بالنسبه للسيد اللي مات انا كنقول ما واش انت تحد واش ما بغيت نفهم انا هاد الاداره ما بغيت نفهم هاد المسؤولين بهذا الفهم واش نبغيو حنا غير نعلقوا الوراق في الاداره واش حنا بغينا الكاميونات يتصلحوا واش الكاميون كاين مع بلا فرانات حنا كاميون كنخدموا به في التزا العليا بلا فرانات كي دايره هاد الفهم هذا ما بغيناش نفهموه العقبات كيهود الكاميون في العقبه كي غادي تكون هاد الشيء ما بغيناش نعرفوا حنا هاد الناس هادو واش حنا كلاب ولا بخاخش كيعتبرونا حنا عمرنا غوتنا جميع دازوا شحال من ولايه دازت عمرنا جلسنا هنا وعمرنا غوتنا حتى ولينا هنا دائما مخارجين حنا جرنا ولينا بحال كي دائما كنذبحوا بحال الكلاب عيب يا صاحبي عيب ما قادرش على المسؤوليه انا كنقول لك حط هادو وجلس حط هادو وجلس كاين الرجال اللي يخدموا البلاد كاين الرجال اللي يخدموا البلاد بهذا الفهم هذا ما قادرينش تخدموا المسؤوليه ديالكم ما قادرينش تحركوها راه كنشوفوا الغرب اوروبيه دول اوروبيه تصور انتم دول اوروبيه كتوقع غير حاجه شي بسيطه وزير كيقدم استقاله رئيس كيقدم استقاله هادو قد ما وقع المشاكل قد ما هما كيزيدوا في المسؤوليه قد ما كيزيدوا يتكيو عليك انا بيدي كنسال خمس ايام هنايا وكلاني فيها كلاوني فيها وفي التالي جاي كيقطع لي انا كنقول هذا الكلام الله يخليكم وهذا الكلام كنقول انا بالنسبه غير نعطيو غير مثال بسيط
حنايا دابا الان مهددين بكورونا والسيد المراه مسكين نطلبوا الله عز وجل الشفاء له. حنا ما كعطيوك لا تعقيم لا كمامه، ما فين وصلت هذا الشيء؟ حنا مهدين، حنا الفلوس الفلوس تصور الفلوس التحفيزات ديالنا حتى ولينا كنبحوا عليها وما نعرف مازال في الشك واش نشدوها ولا ما نشدوهاش. حنا ما نعرف، الله اعلم الله اعلم. هاد الناس ما بغيناش نفهموهم، انا ما قادرش المسؤوليه كلمه وحده كنقولها، ما قادرش المسؤوليه نحط سوارت. وسمحوا لي الخوت والله يعاونكم. هاد السيد توفى البارح، واش هو كان عارف ان كيسوق حافله والفلان ديالها ضايع ولا طرف الخبز هي اللي لان كيفرضوا عليك، كيفرضوا عليك هاد الشيء كيتفرض عليك. دابا الشيفور غير بالوداع كيعرف ان الفلان راه كاين، طلع طلع ولا نقطع لك شتي، طلع اجباري طرف الخبز، طرف الخبز طلع اجباري. انا كنحيي الشيفور واحد، شيفور واحد كيسيب غير الباب عوجا كيقول له ما نطلعش، كنحييه كنحييه شيفور، كنحييه انايا. وكنت انا خرجت في واحد شي حاجه دو كنقول له انا كنحييك، علاش؟ لان ما كيطلعش، هذا هو الرجل. وانا كنحمل حتى مسؤوليه الشي شوفر، انا نجلس اخاي هو رزاق الله عز وجل. 16 عام هذا السيد، رزاق الله هنايا عام. اسمع اخي من 2005 يزيدونا في الصلاه، 2005 كاين الناس من 2005 وكنباتوا كنموتوا. حنا كنقولوا لهم الا ما قادرينش على هذه المسؤوليه. وتصور انت البارح، وتصور انت البارح جايه طوموبيل نتاع الجماعه، جماعه حتى سالوا البوليس وسالوا كل شيء ومشاو بحالتهم ومشات القضيه طولات هدنت الامور، عاد جايه طوموبيل ديال الجماعه وجايه قلت هكا كيشوفوا غير الكاميون، بقى فيهم الكاميون ما بقاش فيهم بنادم اللي ميت. قالوا غير معاينه. هذه جاي دايز كيشوف ما وقفش وشاف ولا غير كيطل غير هكا دايز الطوموبيل كيطل عليه كيتفرج فينا. عيب 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 هذا الشيء عيب. انا كنقول الله يرحم الوالدين اللي ما قادرش لهذ المسؤوليه يحط سوارت وينوض بحاله، خلي الرجال يخدموا. عمرنا غوتنا حتى ولينا كنغوتوا في هذه الاداره اللي ولينا بحال الكلاب، عيب. هذا كلام انا كنوجهه لجميع المسؤولين. وواحد القضيه اللي بغيت نكملها، السيد اللي مات اللي بغيت نكملها هي القانون. دابا الان كيفرض عليك الكمامه الاجباريه في الدوله كلها، كتفرض عليك كمامه اجباريه وهنا ما كيعطيوكش كمامه. منين تسيو انت الكمامه اجباريه وعلاش ما كيديرش؟ علاش ما كتفرضش عليهم هما؟ علاش ما كتفرضش علينا الكمامه حنايا؟ انا تلقتني السلطه قالوا لي فين الكمامه؟ قلت لهم انا لابس التري هذا ما عطاونيش به الكمامه. وليت ندمتهم هما ولاو كيطلبوا مني السماحه كيقول لك غير سير. وعيب اصاحبي عيب، وعيب اصاحبي مني ما تكفرش انت حتى الكمامه ب 16 ريال لهاد الناس، عيب. عيب عيب. والسيد لابس اللبسه ديال البلديه وخدام بلا كمامه، عيب. واش هاد الشيء ما فهمناش؟ هاد الشيء ما بغيناش نعرفوا هاد الناس. انا كنتحدى اي واحد، انا واجهني، انا كنقولها. انا شوف انا كلامي واضح، كلامي واضح وكنختم بهاد الكلمه هادي. ما قادرش المسؤوليه نحط سوارت ونطلب الاعتذار من الناس، من الرجال، من الرجال، ونمشي بحالي. هاد الشيء اللي كنعرف. شكرا شكرا الله يبارك فيك. واحد بالنسبه لواحد جوج نقاط نسيت باش الاخرين، بالنسبه قبل قبل هذا الحادث راه وقع واحد الحادث اخر بشاحنه ديال النظافه، ماشي نفس الشاحنه، شاحنه اخرى حتى هي نفس المشكل، الفرانات ما عندهاش ودخلت في المقر ديال البام، والشيفور ديالها عون عرضي معنا وحاليا راه موقفيننا على الخدمه وحملوا له المسؤوليه ليلو هو، كيقولوا على اساس الشاحنه عندها الفران وهو ما كيعرفش يسوق. حنا الشاحنات اللي ما عندهمش الفران، وكنطلب من السيد العامل ومن السلطات الامنيه وكنطلب منهم الشاحنه دابا الحاليه اللي دارت حادثه راه في لاسكا من التحت، كنطلب منهم تخرج لجنه وتراقب داك الشاحنه قبل ما يهودوا هاد الافاعي هنايا ويصيبوا لها الفرانات ويقولوا حقها ما كاينش. راه الشاحنه ما عندهاش الفران وكيحملوا المسؤوليه للشيفور، والشيفور راه في لوبيتال، الشيفور ما عنده حتى شي ذنب. هما ضغطوا عليه وقالوا له خرج تخدم ولا تمشي بحالاتك، السيد عنده ولادو وما والغالب الله وخرج. دابا اللي توفى هو السائق ولا المساعد؟ لا مساعد ديال السائق، مساعد ديال السائق هو اللي توفى، اما السائق راه مازال في لوبيتال وعنده ضربه في الراس ديالو. يعني انا كنطلب من السلطات الامنيه تهود لجنه حاليا لاسكام، الشاحنه اللي دارت الحادثه البارح راه ما عندها لا فرانات لا والو، مدقدقه. يعني كنحملوا المسؤوليه لرئيس الجماعه والمسؤولين اللي هنا في المستودع البلدي. وشكرا.
دابا هادي 17 عام ياك لا لا نتريت لا خلاص الاول هاد لادي خد الله غالب الله غالب وكيبدا يقطعوا لنا لا كاش والو هادشي اللي كان 17 عام لا نتريت لا خلاص الاول الكل عنده بعد البوش كيف عمرك عمي شحال عندي دابا 62 عام 62 عام ومازال كتخرج تقد تخدم ومازال كنخدم على مازال كيدموا عليا بحال الحمار وكيخدموا لنا في الوحده د النهار ومتعونا حتى الخمسه د النهار وما كاين حتى ماء والغالب الله وكل ما شفت حد كبعين والله يرحم والديك امين مختار اخي شفتي لي غير انت السيد اللي الله يرحمه الله يعمر راسله البارح تلاقينا في البومبا خدم معاك البارح لا تلاقيته في الطريق تلاقينا شنو قال لنا البارح قال لي مسكين حس بيها هذا ما عجبنيش كيبراكيه بالاولى وغير الله يسر وصافي امسك لا اله الا الله صديق ديالك هو علاش ما كيبغيش يكون نطلبوا خليك التحفيزات هذه تشدوها غدا الثلاث وما نعرفوش غادي نشدو التحفيزات ولا ما يكون خير ان شاء الله العلم لله ها شحال من عام وانت خدام انا من عاد كسكس يعني مي كان شي شد 4 سنين في 4 سنين شي 16 عام شي 12 عام 12 عام 12 عام 12 عام لا والو 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 عندنا لا كارت ديال الكاروار لا والو خاويه كي درتي مع هاد العيد كي درتي مع هاد لا تمر لا في دارك عيتي ولا شي قليل فرات العيد فرات كنينا قطيبات وطلعنا لتمره ضربنا تمارا و مي كتقالين الكاميون الكاميون المرقه من تحت الريحه تخدم والكاميون خصك تكرط له واش انت كاملين تعرضنا للسكر كيلومونا متتبعي قناه شفتي في قصه غريبه من هذا مستودع زيد هنا الاشغال البلديه قصه غريبه الناس ما عجبهمش لا الماتيريال لا الوضعيه الاجتماعيه لا الوضعيه العمليه كل واحد والشكايه ديالو ولكن كيتلاقاو في نقطه واحده انهم ما راضيينش على الوضعيه ديال الشاحنات على الوضعيه ديال النظافه على بزاف ديال الحوايج وكاين اللي مهدد كاين اللي قريب يتستراد وما عارفين السبب شنو متابعي قناه شوف تي في اش ممكن يضيف لنا خاش نضيف لك هاد الناس يديروا معنا الحل حنا ما كنطلبوا منهم حتى شي حاجه كنطلبوا منهم يديروا لنا التحاليل وهذا راه واجب عليهم هما خصهم يديروا لنا بلا ما حنا نطلبوهم هادشي اللي كاين يحسنوا لنا الوضعيه ويحاولوا على الدراوش هادو راه غير بؤاس هادو راه ناس يداوي الاحتياجات الخاصه بساكن راه ما كاينينش الناس اللي قاريين الناس اللي فاهمين انا شخصيا راه قاري انا بكالوريا 88 انا كنضرب الزبل معاهم انا راه هما جعلونا حرفونا وجعلوا منا مجرمين وما خرجونا وفتالي جايبيننا مني جابونا جايبيننا ادماس سجناء واش من هذا بكالوريا ادماس سجناء واون بلوس على هادشي كامل البارح جالسين في القهوه انا والسي جواد وجي السي سيد رئيس الاعمال ورئيس الاشغال البلديه جاي عندي القهوه قال لي نتايا كذا رد الموتور دخل الموتور وما تخدمش كيهددني قال لي قال لي دخل الموتور سير بحال راسك ما تخدمش اش من سبب شنو درت انا ها الا دخل انا داك الموتور حتى انت دخل الطوموبيل وكلشي دخلوا الحديد نتاع المخزن انا الموتور كنخدم به انا نهار العيد من جوج النهار حتى لا غدا في 6 الصباح الثالث انا المدينه كامله ضربتها بموتور وهادشي اللي نقول لك الله يهديهم الله يهديهم شوف شنو وقع اسمع انت هي واحد الملاحظه بسيطه ما تصورش انا لا ماشي تصور اشوف لا ما يمكنليش اشوف اشوف لا كان تما بزق عليا كتب هادوش وها هي والمسجد حتى حاجه كاينه شي حاجه من قال شي واحد لا ما يمكنليش ندخل لا ما يمكنليش ندخل لا متابعي قناه شوف تي في طلبوا منا العمال ندخلوا اللي ما كناش ندخلوا لحقاش حفظا لقوانين الصحافه متابعي قناه شوف تي في امور غريبه راه مدخلوا موظفين يشوفوا مع الرؤساء استودعكم الله